الوزاره منحت 99 جمعيه اهليه مصريه مراقبه على الانتخابات. لقينا الجمعيه النهارده اللجنه العليا للانتخابات اعطت 77. صح كده؟ تمام. يعني اذا مش شرط لما حضرتك تديهم الموافقه والمستندات اللجنه توافق على اللي حضرتك توافق عليه. لا طبعا، وده كان واضح في نص الماده 5 اللي نظمت هذه العمليه، فقالت انه الجمعيات الاهليه المصريه المشهره والمسجله مع وزاره التضامن عليها ان تذهب الى وزاره التضامن اولا للحصول على شهاده على ان ما عليهاش مخالفات ماليه او اداريه، وانها مشهره ومسجله مع الوزاره، وان هي يقع في نطاق اغراضها واغراض تاسيسها سواء رقابه على الانتخابات او حقوق الانسان او الموضوعات ذات الصله. فدي شهاده مجرد بتشهد انها نعم مسجله، انه علي لا يوجد عليها مخالفات ماليه او اداريه، وهي من ضمن مستندات اخرى بتراجعها اللجنه العليا للانتخابات اللي ليها القرار الاخير. لكن ليس شرطا ان، وده كان واضح للجمعيات. وده كان واضح. اذا ده الفرق يا جماعه بين ال 99 جمعيه اللي وزاره التضامن اعطت ليهم مستندات تقديم اوراقهم للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. الانتخابات الرئاسيه وافقت على 77 بس من هذه ال 99 جمعيه ومنظمه مصريه اهليه لمراقبه الانتخابات.